الحمد لله ولا إله إلا الله، الحمد لله ولا إله إلا الله، محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نريدك في أمر عاجل فيه خير للكثيرين، فهل نأخذ قليلا من وقتك يا إمام؟ عهدناك مناصرا للحق بلا خوف، لهذا لا يوجد أفضل منك في الفسطاط كلها ليطرق بابه لنصرة الحق. ومن أين اليقين بأنك على حق يا صهيب؟ لم تجبني عن سؤالي يا صهيب. الحق بين والباطل بين. قد يكون هذا جواب الخصم أيضا. تقف في صف السري؟ أقف في صف أهل الفسطاط. هذه الحرب لا نفع فيها إلا لقادتها. لذا نحن لا نريد الحرب، نريد أن تؤازرنا ضد السري. أؤازر أهل الفسطاط. افهمني يا إمام، نحن نحتاج إليك، نحتاج إلى دعمك، أو نحتاج إلى دعم فقهاء البلاد، فإن لم يكن ليكن أحد طلابك في صفنا، مثلا البويطي على الأقل. لا سلطة لي على أحد. نريد الخير للفسطاط وأهلها يا إمام، ألا تثق بنواياي؟ بل أثق، ولكن النوايا وحدها لا تكفي. هذه الحرب صراع على مكاسب، الخاسر فيها هم أهل الفسطاط، فبماذا تفيد النوايا إذن؟ نحن نريد السلام، وإن عم الأمن والسلام ستعم الفائدة على العلم والفقهاء. هذا مبتغى سعيك يا إمام لسنوات مضت، ألا يعنيك هذا؟ لقد وعدت صهيبا بأن الولاية ستقيم الكتاتيب وستدعم العلم، ولكن ينقصنا أن يتخذ الفقهاء وطلاب العلم موقفا داعما لنا. الفقهاء وطلاب العلم سيعملون العقل، ولا عقل في مناصرة الحرب. يجب أن نتحرك. صالح يؤمن الطريق لنا حتى نطلع الشمس. هيا. عفوا. اقرأ يا صهيب وتدبر. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.